في الأردن هنالك مجموعة من الأنبياء عليهم قباب مشيدة، في الأراضي المحتلة هنالك قبر نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل أو إسحاق ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف، في العراق قبر ذي الكفل وقبر هود وقبر صالح. هذه القبور كلها كانت 1000 عام كانت هذه القبور بمرأى المسلمين جميعا، وبعد 1000 عام يأتي هنالك رجل ويقول إن كل المسلمين كانوا على ضلالة. لاحظوا هذه العبارة لابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم، يقول عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية كانت، ولكن يدعي ابن تيمية يقول ولكن أبوابها كانت مغلقة حتى القرن 4 الهجري. إذا كانت بدعة، إذا كانت ضلالة، المسلمون لماذا لم يهدموها؟ عمر بن الخطاب لماذا لم يهدموها؟